مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم دوار الكنيست. مشاهدينا الكرام، يسعدني ويسعدكم أن نستضيف في هذه الحلقة من القائمة المشتركة عضو الكنيست الدكتور يوسف جبرين. مساء الخير. كيف حالك أبو تيسير؟ تمام شكرا. مساء الخير. مش متعود ينادوا عليك أبو تيسير؟ والله مش في التلفزيون. في الشارع بينادوا عليك أبو تيسير؟ طبعا طبعا. يعني ليش تيسير مثلا؟ ليش سميت تيسير؟ المضبوط على اسم سيدو اللي هو اسم والدي. الوالد. أنا هو يعني محبي وتقدير للوالد، ولكن أيضا كمان يعني متبع، فهو على أنا كمان على اسم سيدي، ابني على اسم حلو سيدو. حلو. مهم إلي بس أخ حكمة، يعني الصراحة مهم جدا للتنويه أنه أنا سعيد جدا ولحظة مؤثرة أن يكون هذا الحوار باللغة العربية في قناة الكنيست. أنا منذ دخلت الكنيست قبل أكثر من سنوات وأنا أطرح هذا الموضوع، قضية حضور اللغة العربية وبرامج اللغة العربية في قناة الكنيست. حتى هذا البرنامج لم يكن برنامج بالعربي من إنتاج الكنيست. فأنت يعني في هذه لحظة تاريخية بهذا البرنامج، ما بعد طبعا الإدارة الجديدة والمناقصة الجديدة لإدارة الإدارة الجديدة إن شاء الله سوف تعمل طبعا، وأنا أمل أنها تكون البداية وفعلا أن تتوسع هذه البرامج. رايحة تتوسع طبعا. نعم. رايحة تتوسع، وإحنا كمان من ضم صوتنا لصوتك دكتور إنه بنشكر الإدارة الجديدة اللي اهتمت في المواطن العربي واللغة العربية. طبعا إحنا حديثنا اليوم راح يكون بين أصحاب، يعني مش رايحين إحنا نعقد الأمور يعني. مشاهدينا الكرام، تعالوا وإياكم ننتقل إلى الفقرة الأولى وهي لمحة سريعة. دكتور يوسف جبرين، وين تضميت للسياسة؟ يعني للعمل السياسي يعني بمرحلة مبكرة جدا. يعني أي جيل؟ يعني أذكر كنت نشيط في يعني فعلا في السنوات يعني الصفوف الأولى يعني في المدرسة ضمن أبناء الكادحين في أم الفحم، ومنذ ذلك الوقت يعني أذكر نفسي كل الوقت نشيط في أبناء الكادحين جيل ثالث ورابع وخامس. في المدرسة الإعدادية كنت رئيس مجلس الطلاب، هذا في الإعدادية. في الثانوية المطران في الناصري، في الثانوية أيضا كنت رئيس مجلس الطلاب هناك، وهكذا يعني. ثم أيضا استمريت في الجامعة، كنت رئيس لجنة الطلاب العرب في الجامعة العبرية. فيبدو لي أنه يعني العمل السياسي ولكن أيضا العمل القيادي ضمن هذا السياق. كان في عندك إحساس معين أو أحلمت في فترة من الفترات أنك تكون عضو الكنيست؟ طبعا أنت لما كنت تشوف أعضاء الكنيست مثل الله يرحمه عندكم في الفحم مثلا هاشم محميد، الدكتور عفو وغيره وغيره وغيره، كان يوسف جبرين يقول أنا وين تبدأ أصير عضو كنيست؟ يعني كان هذا الحلم يراودك؟ الحقيقة ما كان حلم، ولكن يعني الحلم كان أن أكون جزء من يعني القيادة التي تريد أن تخدم أهلنا وأبناء شعبنا. قيادة قد تكون أكاديمية، قد تكون يعني من ضمن حقوق. خلينا نعرف المواطن دكتور في إيش يوسف؟ دكتور في القانون، يعني أنا كنت محامي وثم درست الدكتوراه في القانون. اشتغلت في المحاماة؟ قليل جدا، فقط لفترة قصيرة، وشعرت أنه يعني هذه المهنة مش هي اللي أنا معني. اللقب الثالث الدكتوراه بيساعدك بإشي في حياتك؟ اللقب الثالث الصراحة يعني عملته في جامعة جورجتون في الولايات المتحدة، فهي كانت فرصة أيضا. إنجليزياتك منيحة يعني؟ المضبوط، درست كمان في أمريكا سنتين بعد ما أنهيت لقب الدكتوراه، وهذا كان عامل مساعد يعني طبعا أيضا سواء في التقدم الأكاديمي ولكن أيضا السياسي بحاجة لمعرفة اللغة الإنجليزية. وأنا أشعر نعم يعني هذا اللقب يساعدنا أيضا حتى اليوم في عملي السياسي البرلماني، لأنه دراستي للدكتوراه كانت حول قضايا حقوق الإنسان، حقوق الأقليات القومية، وقضايا التمييز العنصري، نظرت إلى السود في أمريكا، إلى العرب في إسرائيل، إلى القانون الدولي، وبالتالي شعرت أنه هذا أعطانا يعني مادة وخلفية هامة جدا اليوم يعني في كثير من نقاشات الكنيست أعتمد عليها في عملي. حلو. طب ننتقل بكم مشاهدينا الكرام وطبعا بضيفنا الكريم إلى الفقرة التالية وهي سرك في بير. أنا فادي مصطفى ما
زودني ولا بأي سر، أو هو ما قدرش يوصل ولا لأي سر عن يوسف جبرين. حابب إنك أنت تشاركنا في سر في حياتك دكتور يوسف. ما حدا سمعنا أنا فاهم لحالي أنا وياك. أنا وياك بجوز إمتى يصير تسمعك بجوز بكل سرور. هو المضبوط يعني يمكن أكثر شيء ما مش معروف عني في أنه أنا كتبت شعر. فعلا، وحتى يعني كتبت مسودة لكتاب شعر وأنا على يعني مقاعد الدراسة الثانوية. ذاكر إيش من الأشعار؟ ولكن ما أذكر يعني نشرت قسم منه في يا ريت بيت واحد وغيره. وعلى فكرة كتبت أيضا يعني شعر غزل ولكن كان بس لزوجتي، فيعني هذا لا لا هذا نوع خاص كان من الكتاب الشعري. ممكن بيت شعر هيك تهدي لم تيسير؟ يعني بفضل أشعار الخاصة تكون إلي فيه وذلك. اهديني يا اهديني. الأشعار كان إلها يعني طابع وطني. نعم. مثل يعني كيف الأدمع أمه وباركيني فالركب مرتحل، يعني هذا تتحدث عن أنه أنا يعني طالع من البيت وسأرتبط بالثوار أو بالمجموعة الشباب التي تخرج للتغيير وإلى آخره. واو. يعني خلينا نحكي شعر ثوري. يعني شعر ثوري في يعني نعم في يعني المعاني الوطنية والمعاني الاجتماعية. هذا السر طبعاً مش كثير بيعرفوه طبعاً. السر حلو سر حلو إنه برضو مش بس الدكتور في المحاماة ودكتور في الشعر كمان. أنا أذكر أنا يعني حكمة درست عند الأديب المعروف طيب الذكر شاعر شكيب جشان. أوه. وتأثرت طبعا بكتاباته ودوره. درست أيضا عند الدكتور رياض كامل ناقد معروف، ويعني هم أرادوا لي أن أكتب الشعر أيضا إلى جانب العمل الأكاديمي والسياسي. طب خلال وكان صعب للحقيقة. خلال عملك البرلماني حاولت برضو تكتب أشعار؟ صعب جدا. صعب. يعني كل الشعر بحاجة إلى يعني تركيز وهدوء وهدات بال. حاليا نفتقدها بهي المرحلة. نعم. طيب أبو تيسير بدنا نأخذك على الفقرة التالية وهي أكبر إنجاز. دكتور يوسف، شو الإنجاز اللي أنت في يوم من الأيام طبعاً بعد عمر طويل راح تقول واو هذا ليوسف جبرين، إنجاز اللي أنت بتفتخر فيه برلمانياً أو اللي بدك إياه؟نعم. على الصعيد الشخصي، على الصعيد البرلماني، اللي بدك إياه. يعني الحقيقة خلينا أبلش قبل البرلمان. يعني هو أكثر يكون له طابع شخصي، إنه يعني دخلت في وكتبت عن أبحاث تتعلق للمكان الحقوقي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل من منظار نسبيا جديد، يعني الباحثين من المجتمع اليهودي لم يتطرقوا إليه، فلذلك شعرت أنه يعني هذه المادة البحثية الجديدة هي مادة مهمة للمستقبل. هاي البحوث تدرس في بعض الأماكن؟ قسم منها نعم نعم. وين؟ تدرس وين؟ أولا في بعض الكليات الحقوق في إسرائيل فعلا، لأنه كانت نظرة مختلفة نقدية تماما للقانون في إسرائيل والقانون الدستوري وكل عناصر التمييز الموجودة فيه، ولكن أيضا يعني كتبت في القانون الدولي وهي أعرف أنها تدرس أيضا على المستوى الدولي حول موضوع حقوق الأقليات القومية والأقليات الأصلية، وهذا بحد ذاته رأيت في إنجاز متواضع. نعم. على الصعيد البرلماني الحقيقة يعني طبعا أي يعني أي إنجاز هو يعني هو مساهمة من عدة يعني من عدة عوامل، زملائي في القائمة المشتركة تحديدا، زملائي أيضا يعني في يعني في الجبهة، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الأهلية العربية. يعني إذا ما نظرت هيك بعد أكثر من 3 سنوات العمل البرلماني، يعني أذكر عادة يعني تقوية حضور قضايا العرب الفلسطينيين في إسرائيل في الساحة الدولية. أرى يعني أنني ساهمت بشكل جدي بهذا المجال كوني أيضا رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة. تابعت أيضا قضايا التربية والتعليم، وتقريبا كل الوقت هنالك يعني محاولات لتحسين بمجال الميزانيات وبناء الصفوف، خطة يعني التمويل التفاضلي. يعني قد لا يعرف الجمهور يعني تفاصيل، ولكن يعني هنالك فعلا يعني تم رصد ميزانيات بسبب متابعتنا لهذا الموضوع. هنالك أيضا يعني كل ما يتعلق في يعني مقترحات قانون في مجال التمثيل الملائم، يعني إمكانية فتح مجال
لوظائف جديدة للأكاديميين العرب. تحكي حكومية في مؤسسات يعني حكومية. في مؤسسات حكومية ولكن أيضا في الشركات الحكومية. إذا يعني بعطيك مثال في الشركات الحكومية فقط 2.5% من العاملين والموظفين هم من العرب. لوين بتكون توصلوا ل 10%؟ إذا وصلنا ل 10% هذا يعني 4-5 آلاف وظيفة جديدة. مع القانون هذه مع القانون الجديد يعني. قانون المقصود قانون القومية اليهودية نخوض فيه في الإخفاء. على الرغم من قانون القومية اليهودية هذه قضايا نحن نخوض فيه رايحين في بدي كمان أذكر يعني أنا بدرت ليوم اللغة العربية في الكنيست وأنا ذكرت لك في بداية الحلقة موضوع يعني البث العربي في قناة الكنيست كان جزء من يعني جلسات الكنيست حول هذا الموضوع. هذا يعني أعطى فعلا اهتمام بالتعليم العربية عند العرب ولكن أيضا عند اليهود وأيضا ترجمة يعني هاي إحدى الجلسات الكاتب الحكومي. نعم هذا من يعني افتتاح يوم اللغة العربية في الكنيست وأنا برأيي يعني نجحنا في فعلا يعني رفع مستوى الوعي داخل الكنيست وداخل الائتلاف لهذه القضية. سنويا راح يكون في الكنيست. نعم نعم يعني حتى الآن كان 3 سنوات ويعني الآن نحن نصل التحضير للمرة الرابعة. نعم طيب مشاهدينا الكرام تعالوا إلى الملف التالي وهو الإخفاق الكبير. طيب ابو تيسير كان في انجازات وحكينا عن انجازات وحكينا عن السر وحكينا ولكن خلينا ناخذ الامور اللي هي لازم تكون صريح معي ومع المشاهدين. وين اخفق الدكتور يوسف جبرين؟ يعني انا في اعتقادي قضيه مركزيه في هذا الجانب كانت انه كان من المفروض ان يكون اداء القائمه المشتركه افضل مما كان عليه في هذه التجربة الأولى. يعني هذا موضوع أنا أحب يعني أن بس هذا موضوع أشارك عام مش خاص. الجمهور نعم هذا موضوع عام. موضوع عام. يعني كل منا في القائمة المشتركة يتحمل أيضا يعني مسؤولية شخصية في يعني دفع عجلة القائمة المشتركة للأمام. يعني مثلا أذكر حتى الآن لم تصدر القائمة المشتركة أي نشرة إعلامية للجمهور حول عملها وحول إنجازاتها. هذا إخفاق كبير وللمشتركة ولكن هو مسؤولية أيضا جماعية. بلا اقترحت على القائمة المشتركة. نعم نعم في الجلسة الأخيرة يعني قبل حوالي يعني أسبوعين شددت على هذا الموضوع وطلبت فعلا يعني أن يأخذ المسؤولون في يعني القائمة بجدية هذا الموضوع وأن نخرج بأقرب فرصة إلى الجمهور يعني مادة إعلانية للتواصل مع الجمهور على الإنجازات على الأقل للقائمة المشتركة اللي هو بالطبع من 2015 لليوم. بالطبع يعني الجمهور يحاسبنا على نشاطاتنا وعلى أعمالنا ليس بالضرورة يرى ذلك من خلال الإعلام العربي. هي فرصة لأن نتواصل معه بشكل طيب مباشر. إقناع المواطن العربي في الداخل إنه أعضاء الكنيسة العرب فعلا بيشتغلوا بس انتم مقنعتهم مش مزبوط. هذا مش اخفاق اليوم الشارع العربي بنظر لعضو الكنيسة العربي انه لا فاضل العرب وتحصيل حاصل موجود في الكنيسة. يعني اولا دعني اقول من ناحية مجهود اعضاء كنيسة العرب يعني للحقيقة وانا يعني اتابع ذلك هي تجربتي الشخصية ولكن ايضا تجربة زملائي. انشط النواب هم النواب العرب من ناحية طرح القضايا في الكنيسة وتحديدا قضايا مجتمعنا ولكن أيضا من ناحية قراب للشارع العربي للمواطن العربي قراب لإله. يعني قد يكون أنه ولا مرة أنت تصل إلى وضعية قريب للشارع العربي لدرجة أنه الشارع العربي راضي خاصة يعني وأنا مجتمعنا مثقل في القضايا. نعم. كل يوم في قضايا يعني في قضايا هدم وفي مصادرات أراضي وفي قضايا العنف وفي قضايا يعني ميزانيات وإلى آخره وقضايا عمل وقضايا طلابنا خارج البلاد وقضايا مدارس وقضايا شهادات بجروت وإلى آخره. للحقيقة فعلا هنالك ما لا نهاية من هذه القضايا. أنا لا ألاحظ ذلك في المجتمع اليهودي عند النواب اليهود يعني أشعر نسبيا برفاهية أمام لا بس في المجتمع اليهودي هناك في مين الحكومة تبعتهم هي يعني ولكن ولا ونحن الآن في وضع أنه هذه القضية تحول لنا نحن في القائمة المشتركة يعني فبالتالي نحن من يتابع هذه القضية. لذلك هنالك عمل وهو عمل جدي أحيانا فعلا هذا لا يصل إلى الشارع بما فيه الكفاية وأنا قلت لك كان يجب أن نعمل أكثر بهذا الجانب بما في ذلك يعني استغلال أكثر
وسائل التواصل الاجتماعي، التواصل مع الناس بشكل أفضل، عقد ندوات لقاءات بشكل مرتب أكثر داخل بلداتنا وبشكل دوري. يعني هذا النوع يعني من الإخفاق من التواصل قد يكون أنه أعطى صورة سلبية، ولكن آمل أن يكون ذلك فعلا قابل للتغيير إذا ما عملنا بشكل منظم أكثر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، تعالوا وإياكم ننتقل إلى الملف المركزي لهذه الحلقة، والتي نستضيف فيها الدكتور يوسف جبرين من القائمة المشتركة. يوسف جبرين، كثير بتزور أوروبا، ليش؟ أنا بالعمادة أنا أخذت تعمدا، أنا تعمدت إني أخذ هذا الموضوع في الملف المركزي. زياراتك لأوروبا تكاد تكون كثيفة شهريا، يعني تحديدا نتحدث عن مقر الاتحاد الأوروبي وهو في بروكسل. وطبعا يعني الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي، فرنسا طبعا، ألمانيا، بلجيكا، ألمانيا، هذه دول أيضا يعني نتواصل معها. الاتحاد الأوروبي هو شريك مركزي لإسرائيل في العديد من القضايا، بما في ذلك قضايا يعني ميزانيات ترتبط في تعاون ثقافي، تعاون تجاري، تعاون بحثي، تعاون تعليمي. وبالتالي يعني مثلا أنا أعطيك مثال، الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه يعني يستورد يعني ثلث الصادرات من إسرائيل، فبالتالي هو شريك جدي يعني لإسرائيل. أنا أرى هذا من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، نحن ذكرنا بروكسل ويمكن أن نذكر أيضا جنيف، في جنيف هنالك أيضا يعني مجلس حقوق الإنسان، وهذه ما نراه مداخلة لي في المجلس حول قضايا العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل. الآن قلت أنا الاتحاد الأوروبي هو شريك جدي لإسرائيل على كل هذه يعني الأصعدة، ولكن في اتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل هنالك التزام من إسرائيل في البند الثاني، وهو بند رئيسي، إسرائيل تتعهد بأن تحترم مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، منها احترامهم للمجتمع العربي. هذا بالضبط طرحنا، نحن نطرح بقوة، هذا استمرار يعني لعمل أيضا سابق. طرحتوا الموضوع في إشي مغاير، إنه لا تحترم. نعم، نحن نتيجة القانون الأخير الذي سن في الكنيسة، وهو قانون القومية. أساس قانون القومية. قانون القومية بالنسبة لنا كان وين إثبات. وين وصلت؟ وين وصلت فيه؟ على فكرة ما نراه الآن على الشاشة، هذه مداخلتي في مجلس في البرلمان الأوروبي في لجنة حقوق الإنسان حول قانون القومية. وحول الآن أرى أيضا حول قضايا العنف. فطلبنا من الاتحاد الأوروبي، ما دامت إسرائيل تعهدت مثل هذا التعهد ونحن نبرهن أمامكم أنها لا تلتزم بهذه التعهدات، فيجب أن يكون لك نوع من المحاسبة لإسرائيل. لا يمكن لإسرائيل أن تستفيد اقتصاديا من كل ما يطرحه الاتحاد الأوروبي. وين وصلنا في اقتراحكم للاتحاد الأوروبي؟ نعم. توجهنا للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا في جنيف إلى مجلس حقوق الإنسان. مؤخرا قبل يعني أقل من شهر، مجلس حقوق الإنسان توجه إلى الحكومة في إسرائيل بتساؤلات جدية جدا حول الإسقاطات السلبية طبعا لقانون القومية على المجتمع العربي الفلسطيني وعلى المواطنين العرب. والآن يعني مجلس حقوق الإنسان أمهل إسرائيل مدة شهرين، لبداية شهر واحد للإجابة على هذه التساؤلات. نحن نعرف بشهر واحد سيتم تحويل الملف إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. في جنيف نعم. ويعني متى سيتحول هذا المقترح إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك؟ يعني الآن نحن نعمل في مجال مجلس حقوق الإنسان، إذا وهذه باعتقادي الفرصة الآن الأهم والأقرب، نريد أن نركز الجهود هناك. إذا حصلنا على قرار إدانة لهذا القانون طبعا العنصري، فهذا سيفتح لنا مجال فعلا الاستمرار إلى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة. يعني ممكن نعتبر الدكتور يوسف جبرين سفيرنا، سفير الوسط العربي أو المجتمع العربي في الدول الأوروبية وفي يعني الحقيقة نحن في القائمة المشتركة من البداية رأينا أهمية في العمل الدولي وأهمية الاعتماد على كوننا الآن قائمة واحدة تمثل الجماهير العربية. هل إسرائيل تعمل حساب لعملكم الدولي؟ أنا برأيي نعم، أنا برأيي أن يعني أسمع الكثير يعني من ردود كيف؟ الفعل كيف؟ وأحيانا يعني هاي ردود فعل غاضبة. هل الخارجية الإسرائيلية توجهت لك شخصيا، بما أنك أنت ممثل في كل هاي المؤسسات،
اتضايقوا من الموضوع؟ لا يوجد توجه شخصي مباشرة لي، هنالك توجهات عبر وسائل الإعلام. مؤخرا قبل أسبوع عندما يعني خرج سفير إسرائيل بالقول بأننا ننشر الأكاذيب والإساءات، رغم أن السفير الإسرائيلي داني دانون في الأمم المتحدة، في الأمم المتحدة في نيويورك، نحن نعرف عن اتصالات بين الكثير من السفارات الإسرائيلية وبين الدول التي استضافتنا، وهذه الاتصالات قسم منها هدف إلى إلغاء هذه اللقاءات، وبالتالي هم لا يريدون لنا يعني أن نقوم بمثل هذا التواصل. هنالك بشكل عام يعني بالعمل السياسي داخل المجتمع اليهودي الشعور وكأنه لا يوجد لنا حق بالتوجه إلى أوروبا وإلى دول العالم، ونحن نقول أن حقوق الإنسان، حقوق الأقليات القومية اليوم هي ليست شأن داخلي لإسرائيل، هي شأن أممي، هي شأن عالمي. إسرائيل التزمت خطية، فلذلك أصررت عن تدويل بعد إصدار طبعا بعد سن القانون، قانون القومية، أصريت تدويل قضية المجتمع العربي؟ بلا شك قانون القومية اليهودية أعطانا فعلا يعني شرعي، مادة جاهزة لكي عمليا نفضح ونعري يعني الأكاذيب التي تقول عن المساواة الكاملة بين المواطنين وأن إسرائيل واحد الديمقراطية في شرق الوسط إلى آخره. كيف تتحدثون عن مساواة وتشرعون قانون القومية اليهودية؟ وأنا أريد أن أقول لك في جلسات أولى قمت بها مع دبلوماسيين أوروبيين، من قرأ القانون وهو قانون نسبيا قصير قال لي أنه يرى أو ويشم رائحة أبارتهايد بهذا القانون. واو. وهذا دل لي ولكل من يعني سمع على الخطورة. سمعتها في أروقة لجنة حقوق الإنسان هاي الكلمة أبارتهايد؟ نعم نعم سمعتها من متحدثين، طبعا يعني المسؤولين الرسميين لا يتحدثون يعني يقولون لك نحن نريد أن نفحص وأن نسأل، ولكن يعني ما يسمى أوف ذا ريكورد في يعني في أحاديث شخصية، هنالك طبعا نظرة تعول على الاتحاد الأوروبي لمساعدة المجتمع العربي أو على الأقل لمواجهة هذا القانون. يعني أنا أقول أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يعني هما ساحتان مهمتان لعملنا الدولي، ولكن هذا العمل الدولي لا يكفي إن لم يكن العمل الأساس هنا وهو عملنا الميداني الجماهيري الشعبي، برأيي هذا هو الأساس، يضاف إليه عملنا البرلماني. دعني مظاهرات خلينا نقول في الشارع، طبعاً طبعاً مظاهرات، اعتصامات، خروج إلى الشارع، ويعني أنا أقول لك يعني عبر الأثير، برأيي السلاح الأقوى الذي نملكه كأقلية عن التمييز هو في خروج الناس إلى الشارع للاحتجاج وللتعبير يعني عن رفضهم لسياسات الحكومة. هنالك عملنا داخل البرلمان، هنالك أيضا عملنا القضائي، ونحن مثلا في قانون القومية توجهنا بالتماس إلى المحكمة العليا، وعامة يعني أنا بسبب خبرتي الحقوقية تقدمت حتى الآن غير بقانون القومية في 4 التماسات ضد قضايا يعني أتابعها في الكنيسة. مثل يعني مثل منعنا من زيارة الأسرى الفلسطينيين، هذا الالتماس ما زال حتى الآن في المحكمة. نعم. مثل زيارة الأقصى، مثل عدم هذا الحقيقة في كل ما يتعلق في الأقصى لما نذهب للمحكمة العليا بسبب الحساسية السياسية. بعدكم ممنوعين أو في إصدار في قانون اللي بيمنعكم؟ المنع موجود، ولكنني أقول لك أننا ندخل بدون أن أدخل في تفاصيل. نعم المنع الرسمي موجود، ولكن نحن ندخل دون أن نحدث يعني ضجة إعلامية حول الموضوع. هنالك موضوع مثلا يعني إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي، القانون ينص على إقامة مجلس استشاري بدون صلاحيات كبيرة، قيد البحث هذا الموضوع. نعم يعني وزير المعارف لم يتجاوب مع طلبي بتنفيذ هذا البند في القانون، ذهبت إلى المحكمة قبل حوالي عام، مضى عام لم يطبق قرار المحكمة، الآن أذهب مرة أخرى إلى المحكمة. هنالك أيضا كان قرار من يعني لجنة ما يسمى لجنة أداب الكنيسة بمنعي من السفر بتمويل من منظمات تدعم المقاطعة، كانت لي زيارة جولة للزيارات. BDS قصدك؟ نعم كانت لي جولة من الزيارات في الولايات المتحدة ولم يتم المصادقة عليها، توجهت إلى أيضا إلى المحكمة يعني ضد هذا القرار. فيعني أحيانا عندما لا ننجح داخل البرلمان وعندنا إمكانية في التوجه إلى المحكمة ونرى أن هنالك فرصة، يعني برضو داخل البرلمان أنت بتقولي أنه عضو البرلمان العربي في الكنيسة الإسرائيلي ومحاصر كمان أحيانا؟ نعم يعني تشعر في الحصارة أحيانا فعلا. أولا أجواء يمينية تكون عندما تسمع تصريحات عنصرية لوزراء عندما يقولون عنا نمثل منظمات إرهابية، أو عندما يكون لنا خونة يعني في سياق يعني في اعتقاد يعني قد فعلا هو تحريضي بشكل واضح.
فبالتالي هذه أو عندما قال يعني مرة عضو كنيسة يعني إحنا عاملين لكم معروف إنكم هنا بالكنيسة، فمن ناحية هنالك هذا التحريض، ولكن من ناحية ثانية أحيانا هذا يعزز فينا يعني أهمية أن نكون وأن نتصدى وأن نواجه وأن نقول على صدوركم باقون، يعني إحنا هنا لنمثل قضايانا، وإذا أغضبناهم أحيانا قد يكون هذا دليل أننا في الطريق الصحيح. طيب دكتور يوسف، بعد سن قانون القومية إحنا شفنا أنه في تسارع في التفوهات العنصرية، إن كان في أماكن العمل، إن كان في الشارع، إن كان وصلت اليوم للبلديات، يعني رئيس بلدية بطلب من أعضاء البلدية عنده إنهم يحلفوا يمين الولاء في تنظيف المدينة من العرب. نعم. إحنا خلينا نحكيها في المشارمحة اللي هي مدينة مش بعيدة عنك، العفولي. العفولي نعم. يعني بعدين في قصص بتكون لموظفات أو عاملات مثلا في مؤسسات خلينا نقول إسرائيلية أو مراكز تجارية إسرائيلية، شبكات التواصل الاجتماعي ردا على هاي المقالات اللي بيكتبوها طبعا صحف عبرية عن موظفات اللي وصلن لمراتب عليا في هاي المؤسسات، وفي الوسائل في وسائل التواصل الاجتماعي منشوف مما هب ودب. نعم. من التفوهات العنصرية. لا شك، لا شك حكمة. هل أنت بتعتبر بعد سن القانون هاي الأمور بلشت تظهر؟ يعني قد يكون أنها تظهر الآن علانية أكثر، مش أنه ما كانت شو صارت. هي كانت. هنالك من شعر أنه قانون القومية يعطيه يعني ثقة بأن يخرج إلى يعني وأن يجاهر بهذه المواقف العنصرية. هنالك أيضا اعتداءات جسدية كانت على شباب عرب في عدة محلات. والربط اللي عملته حكمة بين قانون القومية وبين يعني ما يحدث الآن من عنصرية هو صحيح جدا. وأنا أقول لك يعني قبل فترة قصيرة ما بعد يعني ما يسمى قسم القسم العنصري في بلدية العفولي، عندما قالوا أنهم يعني سيحافظون على الطابع اليهودي للمدينة، عضو البلدية هناك قال بشكل واضح أن قانون القومية يسمح له الآن بمثل هذه التصريحات. طبعا يعني أنا ليس وضحت الصورة يعني بلا شك. هناك من يعتقد أن قانون القومية يعطي مجال لأن يكون عنصري، طبعا نحن نرفض ذلك ونقول رغم خطورة قانون القومية هذا لا يعطي يعني أي أساس قانوني أو أخلاقي لهذه التصرفات. بهذا الموضوع أنا توجهت للمستشار القضائي للحكومة بطلب واضح بأن يلغي حتى هذه الجلسة ويلغي هذا القسم لأنه عنصري وغير قانوني. أنا آمل أن يتحرك المستشار القضائي بهذا الموضوع. بشكل عام لدي نقد كبير على المستشار القضائي، لو أنه تحرك بشكل جدي أكثر في قضايا التحريض بما في ذلك من نواب ومن وزراء لما يعني كان خايف على المجتمع العربي من هذه التحريضات. يعني نحن أقلية قومية نعاني تمييز بالطبع طبعا، يعني قلق على أهلي وعلى أبناء وبنات شعبي، وأعرف أن هذا قد يحدث للأسف وهو حدث. يعني كانت اعتداءات جسدية في شبكات التواصل الاجتماعي كل الوقت، هنالك تحريض. يعني عندما يأتي عضو بلدية وحتى رئيس بلدية ويقسم أنه يريد الحفاظ على الطابع اليهودي، هذا يعني الآن أن أي عربي الآن في العفولي قد يكون يعني معرض أو لاعتداء عنصري أو لشتيمة أو إلى آخره، لأنه يشعر أن المناخ السياسي العام يعطيه هذا المجال. فهذه فعلا أمور خطرة. هذا يحتم علينا طبعا يعني أولا نحافظ دائما على يعني يقظة وعلى جاهزية وعلى أيضا يعني جمع الصفوف في مواجهة هذه الفترة فعلا الحساسة التي نواجهها. طبعا قبل ما يداهمنا الوقت دكتور جبرين، في سؤال لابد أني أسألك إياه والمشاهد حابب يستفسر من أشخاص طبعا مثلك اللي لازم الإجابة عندهم مش عندي ولا عند المواطن. مصير المشترك إلى أين؟ يعني أنت تسأل شخص بطبيعته متفائل، فأنا أريد أن أحافظ على هذا التفاؤل. بعد دقيقة تحكي دكتور. أنا أريد أن أحافظ على التفاؤل بأن يعني أن نحافظ على القائمة المشتركة، وأنا أتعهد أن أقوم بذلك يعني قدر الإمكان. ولكن في اعتقادي كانت لنا تجربة يعني أولى
فيها فعلا إخفاقات معينة ولكنها قابلة للتحسين. ولكن أنا أريد أن أعترف أن هنالك من يعني يريد أن يعني يغير في تركيبة القائمة يعني المشتركة. مين مثل مين؟ يعني مثلا في الحركة العربية للتغيير يقولون أنهم ظلموا، يريدون يعني تمثيل أكبر. أنت معهم في هذا؟ أنت معهم في هذا الطرح أنهم ظلموا؟ أنا أقول أن كل نقاش من هالنوع يجب أن فعلا أن نأتي به إلى القائمة المشتركة وإلى الأحزاب ونطرحه، نتحاور حوله بانفتاح بدون عصبية، وأنا متأكد أننا نستطيع أن نجد الطريقة كيف نجد المعادلة الصحيحة لتقييم يعني قوة الأحزاب، وأن تكون القائمة المشتركة فعلا يعني تعكس قوة الأحزاب في الشارع. ولكن دعني أقول حكمة، يعني نص مقعد هنا أو هناك أو مقعد هنا أو هناك لا يجب أن يكون سبب فعلا في التفريط بالقائمة المشتركة. طيب شكرا لك عضو الكنيسة يوسف جبرين. بهذا مشاهدينا الكرام ناتي لنهايه هذه الحلقه من برنامج دوار الكنيسة. نشكر عضو الكنيسة الدكتور يوسف جبرين من القائمه المشتركه، على امل اللقاء بكم بالاسبوع المقبل بمشيئه الله.